مشاهدي الكرام، برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج مؤشر النيل، بنتعرف من خلالها بالأرقام والتحليل على أداء البورصة المصرية اللي تراجعت المؤشرات الخاصة بيها لدى إغلاق تعاملات الخميس آخر جلسات الأسبوع. النهاردة تحديدا كان تراجع للمؤشر البورصة الرئيسي إيجي أكس 30 بنسبة حوالي 79% مسجل 10980.96 نقطة. هبط كذلك مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي أكس 70 بتعاملات نسبة 1.41% سجل 2008.7 نقطة. امتدت موجة التراجعات لمؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.25% مسجلا 2946.85 نقطة. على صعيد القطاعات النشطة في السوق، كان قطاع العقارات في مقدمة القطاعات الأكثر نشاطا في السوق بنسبة 23.59%. في المرتبة الثانية جاء قطاع خدمات مالية غير مصرفية بنسبة 13.15%. قطاع الموارد الأساسية قد جاء في المرتبة الثالثة بين القطاعات النشطة بنسبة 12.36%. بلغ رأس المال السوقي لدى إغلاق التعاملات مستوى 636.4 مليار جنيه وسط تداولات بلغت 1.6 مليار جنيه. رحب بضيفنا للمزيد من التوضيح والتحليل معنا في الاستوديو الأستاذ محمد سعيد محلل أسواق المال. برحب بحضرتك معنا يا فندم، منورنا ومشرفنا. اسمح لي نخرج لتقرير ونرجع نبدأ حلقتنا. مشاهدينا الكرام، تقرير ونرجع لحضراتكم لاستكمال باقي حلقات أو باقي الحلقة من مؤشر النيل. متأثرة بمبيعات المستثمرين الأجانب، أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس نهاية تداولات الأسبوع على هبوط جماعي لمؤشراتها، بينما اتجه المصريون والعرب للشراء وانخفض المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.79% ليصل إلى 10980 نقطة، وتراجع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.41%، وامتدت موجة التراجعات إلى مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا الذي هبط بنسبة 1.25%، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.9 مليار جنيه ليغلق عند 636.4 مليارات جنيه وسط تداولات على الأسهم بلغت 1.6 مليار جنيه، ومال صافي تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء بقيمة بلغت 128.8 ملايين جنيه، كما مال صافي تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء أيضا بقيمة 7 ملايين جنيه، بينما مال صافي تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بقيمة 136 مليون جنيه. وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 34 سهما من إجمالي 184، بينما هبط 177 وبقي 33 دون تغيير. مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم مره ثانيه، وبرحب بضيفي اللي منورني داخل الاستوديو الاستاذ محمد سعيد المحلل باسواق المال. برحب بحضرتك مره ثانيه يا استاذ محمد. النهارده رجعنا للمنطقه الحمراء في البورصه، يمكن بعد كان ارتفاع، يعني كان ارتفاع وبعدين بدانا الاسبوع بانخفاض، رجعنا ارتفعت شويه وبعدين النهارده بنتراجع مره اخرى، وده الحقيقه كمان يعني تحت وطأة جني الارباح، ان احنا الناس عماله بتجني الارباح وبتسويه المراكز الماليه مع نهايه شهر نوفمبر. أداء حضرتك للبورصة النهاردة شكله إيه؟ أولا مساء الخير. البورصة النهاردة طبعا كان البيع هو اللي مسيطر بشكل كبير، حتى امبارح يعني، حتى مع ان المؤشر امبارح كان بان يعني ظاهريا كده ان هو لونه أخضر وان البورصة صاعدة، لكن سلوك الأسهم بشكل عام كان امبارح كان صعب جدا، يعني يمكن كان أصعب من النهاردة كمان. كان هو بداية موجة، مش هقول جني الأرباح، ولكن موجة غياب المحفزات. يعني السوق بشكل عام كويس لما نبص على أداء السوق على مدار شهر كامل، لما نبص على السوق على مدار 6 شهور، كل الظواهر بتقول ان السوق كويس. السوق عاد للتداول مره ثانيه، شاف ال 2 مليار جنيه تداولات في الجلسه الواحده لاول مره من سنه 2018، من ساعه ما كان السوق
صاعد بعد تحرير سعر الصرف، كان السوق صعد بشكل كبير وعمل قمة عند 18000 نقطة للمؤشر الرئيسي. طبعا احنا يعني بنشير للمؤشر الرئيسي لان هو الوحيد اللي مكمل معانا من صحيح. 25 او 30 سنه يعني، لكن كل المؤشرات الثانيه دي مؤشرات متغيره وجديده، يعني اي جي اكس 70 ما كانش هو نفس المؤشر اللي موجود وقتها. فيعني من تحرير سعر الصرف والقمه اللي السوق عندها عمل عندها 18400 نقطه، السوق ما عملش ال 2 مليار جنيه دي الا خلال تداولات الايام القليله الماضيه. عندنا احجام تداول كبيره، عندنا عوده للمؤسسات بشكل مكثف للشراء، السوق تمكن ان هو يتجاوز بغض النظر عن الاثر يعني الكدمه البسيطه اللي جت في وشه يعني من ازمه كبيره زي التجاري الدولي السهم الاهم في السوق المصري، فالسوق قدر ان هو يتجاوزها. فيعني باستثناء العمليات اللي بيحصل فيها جني أرباح، بيحصل فيها زي اليومين اللي فاتوا دول مثلا السوق تأثر بأن كل المحفزات اللي السوق منتظرها، سواء تخفيض أسعار الغاز اللي منتظر وإحنا متأكدين أنه هيحصل، يعني حتى لو حصل تأخير وأثر على القطاعات اللي منتظرة هذا الخبر، لكن إحنا متأكدين أنه هيحصل. ليه متأكدين أنه هيحصل؟ لأن الرئيس السيسي بنفسه اجتمع مع الحكومة وكان البيان الصحفي بيقول أن في حديث عن أسعار الغاز لدعم هذه الصناعات، الدولة بتسعى لتعزيز صادراتها في قطاعات عديدة. يعني في مجموعة من الإجراءات التحفيزية الحكومة يعني أعتقد أنها عملتها متأثرة. وبتبدأ أنها تعملها مرة أخرى. الدولة عندها اكتشافات متكررة في الغاز، الغاز عالميا أسعاره منخفضة، فبالتالي احنا متأكدين أنه هيحصل صحيح. حتى لو اتأخر شوية. في عدد من الأخبار الإيجابية في السوق، سواء عمليات إعادة هيكلة واستحواذات وانقسام لعدد من الشركات مش شركة واحدة، في زيادات رؤوس أموال، في زخم في عدد من القطاعات. الدولة لما انتهى قرار حظر المباني، الدولة قررت ان هي مش هتجدد الحظر الجديد، فبالتالي في عدد من القطاعات هتتأثر بشكل ايجابي. لكن على المدى القصير وفي ظل ان في اسهم كتيرة حققت ارتفاعات وبقى فيه يعني محافظ استثمارية محققة ارباح دفترية محتاجة ان هي تحققها، لابد السوق بيحصل فيه عمليات زي اللي احنا بنشوفها خلال اليومين دول، ومع تحرك هيئة الرقابة المالية لمواجهة المضاربات اللي اشتدت بصراحة بشكل يعني أساء لصورة السوق بشكل كبير، وطلبت قيمة عادلة لأحد الأسهم، وصدر هذه القيمة العادلة بتسعة جنيه في سهم وصل لسبعين جنيه. فطبعا ده يعني أثر، يعني أظن أن ده واحد من أهم العوامل اللي دفعت السوق للسلبية اللي ظهر عليها ابتداء من جلسة امبارح وجلسة النهاردة، وربما يعني بداية. كان في توقعات أستاذ محمد من الخبراء الاقتصاديين أن البورصة بعد التراجع اللي شهدته في نهاية الأسبوع اللي فات أنها تبدأ ترتفع مرة أخرى في على نهاية الأسبوع ده، وده اللي ما حصلش. احنا ارتفعنا يوم واحد ورجعنا تاني للتراجع. ما هي دي العوامل بقى، لكن التوقعات ما زالت موجودة والسوق حتى الآن ما زال اتجاهه إيجابي، المؤسسات بتشتري والأجانب يعني في معظم الجلسات بيشتروا صحيح. فالتوقعات هي بالصعود، لكن طبعا خبر القيمة العادلة اللي طلعت بتسعة جنيه في مواجهة سهم بيتداول في السوق يعني وصل للسبعين، ودلوقتي بعد ما نزل كان خمسينات، فلابد السوق بيتأثر بعوامل زي ديت. لكن بمجرد انه بيتخلص من أثر هذه العوامل يعني بيعود السوق مرة تانية للصعود ويرتفع لمستويات أعلى من المستويات اللي هو نزل منها. طب خلينا نتكلم شوية عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70، يمكن هو الأكثر ارتفاعا على مدار السنة دي، يعني وصلنا ل 60% أو أكثر، لكن هو النهاردة كمان شهد هبوط. هو الأكثر هبوطا هو أكثر هبوطا المرة دي تحديدا، النهاردة هو أكثر طبعًا. هبوطا من إي جي إكس 30 طبعا، لأن هي أكثر الأسهم اللي حصل فيها ارتفاعات، مؤكد ان في بعض الاسهم ارتفاعات غير مبرره. انا دايما ما بدورش على المبررات اللي ورا الارتفاع، لان هو في الاخر الاسهم بترتفع نتيجه العرض والطلب، هو السهم عليه طلب كتير صحيح. ايا كانت المبررات اللي ادت لهذا الطلب فهو السعر ارتفع نتيجه هذا الطلب، لكن في اسهم كتير ارتفعت نتيجه لاسهم لاسباب
مش موجودة، يعني في مضاربات، في ترويج مش يعني غير رشيد، وأظن أن الرقابة سواء في البورصة أو في هيئة الرقابة المالية رصدت بعض هذه الأسهم، فلابد كان اللي يتأثر أكتر بهذه القيمة العادلة اللي صدرت واللي صدرت عن هيئة الرقابة المالية لابد هي الأسهم المنتفخة، فبالتالي كلها او يعني معظمها واقعه في مؤشر اي جي اكس 70، فاول حد هيتاثر هو اي جي اكس 70، وبالتالي اتوقع ان هو حتى كمان مع بدايه الاسبوع اللي جاي اذا يعني ما حصلتش ارتفاعات كبيره في الاسواق العالميه خلال الويك اند، ممكن المؤشر الاسهم الصغيره يظل متاثر لبعض الوقت اكتر من المؤشر الرئيسي اي جي اكس 70. مؤسسات الحقيقه تصنيف الائتماني العالميه ثبتت مستوى مصر ايجابي زي ستاندرد اند بورز، يعني ثبتت مصر عند مستوى بي، وده الحقيقه يعني رغم جائحه كورونا والظروف العالميه في الاسواق عموما، لكن ده شيء ايجابي انعكاسه على البورصه. مؤكد طبعا ان يعني هيكون انعكاسه ايجابي، اولا هذا التصنيف الجيد للاقتصاد المصري يعني جه في محله، هو يعني ما هو الا تعبير عن واقع احنا شايفينه ان النمو في السوق المصري مقارنه بكل الاسواق الناشئه، يعني مش هنقارنه حتى كمان بالاسواق المتقدمه، لان الاسواق المتقدمه يعني اصيبت بضربه عنيفه جدا في سواء في اوروبا او في الولايات المتحده الامريكيه، لكن لما بنقارنه بالاسواق الناشئه اللي هي معدلات النمو فيها افضل شويه، ما زالت الاقتصاد المصري هو افضل من الكل في مواجهه ازمه كورونا، حتى مع المخاوف اللي بدات تنتشر ومع اللوك داون اللي بدا يظهر في بعض الدول الاوروبيه، يعني مصر ما فيش اغلاق كامل، فبالتالي ده سمح للاقتصاد بانه يواصل مسيرته، فالجنيه المصري مستقر بشكل جيد جدا مقارنه بالاسواق المنافسه على في اسواق الدين، اسواق الناشئه سواء تركيا او يعني ما زال الجنيه متماسك وهو الافضل اداء بين عملات الاسواق الناشئه، معدلات التضخم عند مستويات ممتازه واقل بكتير حتى من مستهدفات البنك المركزي، وده اداله مساحه طبعا ان هو ياخد قرارات، يعني كنا بصراحه بنشك ان هو يتجرأ في مزيد من الخفض، احنا طبعا يعني دايما نفسنا ان هو يفضل يخفض طول الوقت، يعني مع طبعا احنا بنقدر طبعا الناس اللي بتعتمد على الادخار وان ده بيضر بيها شويه، لكن يعني احنا عشان دايما متحمسين ناحيه الاستثمار نفسنا ان هو يفضل يخفض، فمعدلات التضخم اللي اقل. احنا بندعو الناس كمان انها تبدا تدخل في قطاع الصناعات الصغيره والمتناهيه الصغر والمتوسطه واستغلال ده الدخل ده بدل الادخار جوه البنوك، ان هي تبقى في عمليه تصنيع، يعني يمكن ده الهدف كمان ممكن من تخفيض. طبعا الهدف في البنك المركزي طبعا هو تعزيز معدلات النمو صحيح. اللي هي يعني بيسعى وتخفيض تكلفه الاستدانه اللي بتقوم صحيح. بها الدوله لتغطيه عجز الموازنه، وده طبعا يعني الحمد لله ان في المؤشرات الاخيره عجز الموازنه كمان شاهد تحسن مقارنه باجمالي الناتج المحلي، فهو بيحاول يخفض تكلفه الدين، لان تكلفه الاستدانه في مصر بقت يعني عبء كبير على صحيح. الموازنه، فيعني كلها كلنا متشجعين، لكن لابد برضه نبقى يعني متفهمين ان بعض الناس بتعتمد على الادخار بتعتمد على ده نتيجه ان شخصياتهم لا تتحمل درجه المخاطره اللي موجوده في الاستثمار صحيح. بنقدرها لكن طبعا بنتحمس الاستثمار، والبنك المركزي كان جريء في المرتين اللي فاتوا وخفض مع ان احنا ما كناش متوقعين ان ده يحصل تحصل. يعني خلينا نتكلم ان كان في يعني عاملين اتنين محفزين للبورصه المصريه ويمكن بورصات العالم كلها، سواء فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية طبعا أو بفكرة وجود لقاحات لفيروس كورونا من أكتر من شركة ومن أكتر من دولة، الحافز ده مازال مستمر ولا شايف حضرتك أن ممكن يبقى فيه حوافز أخرى أهم هتضغط على السوق؟ يعني هو الحقيقة المحفز بتاع لقاح كورونا كان هو الأقوى من أسبوعين مع أول لقاح تم الإعلان عنه مع فايزر، ومع ظهور لقاحات تانية أفضل من فايزر كانت برضو ما زالت مؤثرة، وشفنا مؤشر داو جونز صعد فوق مستوى 30 ألف لأول مرة في تاريخه،
لكن بعد ما ظهر اللقاح الثالث الافضل منهم هما الاثنين كان تاثيره اقل على الاسواق، لان الاسواق بتفضل بقى تستوعب الخبر في اول مره بشكل كبير ويفضل يقل تاثير الخبر. يعني اللقاح الاخير بتاع اوكسفورد ده كان الافضل من الكل، ولكن كان تاثيره اقل على الاسواق. واظن يعني ان شاء الله يعني الفيروس في سبيله لان هو ينتهي تماما سواء مع اكتشاف اللقاحات، ثم بعد كده اكيد هيكون فيه دواء للعلاج، يعني مش بس مجرد مصر. اما فوز جو بايدن فهو الحقيقه بخلاف التوقعات، يعني الاسواق ما كانتش متوقعه كده قبل النتيجه، يعني احنا فوجئنا ان الاسواق كان رد فعلها كان ايجابي. يمكن ده كان بسبب ان فيه حزمه تحفيز منتظر ان هي يتم اقرارها، فدي استوعبت فكره ان الاسواق كانت متحمسه لترامب اكتر. صحيح. واحنا طبعا حتى اسواقنا هنا في المنطقه العربيه بالذات كانت متحمسه لترامب صحيح. اكتر. ترامب طبعا اظهر يعني تقارب سياسي مع مصر تجاه مثلا المواقف المتعنته لاثيوبيا، فبالتالي احنا كنا مش بس كده، يعني حتى الإدارات الديمقراطية ما كانتش على نفس الدرجة من الوفاق قبل كده، سواء في موضوع المعونة أو حتى في موقف ترامب من تحجيم أطماع التركية والإيرانية في المنطقة. فأسواق المنطقة كانت متحمسة لترامب، لكن إحنا اتفاجئنا إن الأسواق اللي هي لا يمكن، عشان كده يعني مهما كان في توقعات في الأسواق السوق هو الأصدق من كل شيء، فالأسواق كانت متحمسة بعد كده بعد بايدن. وال 30 ألف ما حصلتش فعليا إلا لما الأنباء تمت صحيح. عن إن بدأ إجراءات واقعية على الأرض لتسليم السلطة. فيعني المحفزات كتير، والمحفزات في السوق المصري تحديدا أكتر كمان. طب خلينا نتكلم، يمكن زي ما حضرتك قلت يمكن هو السوق هو الأصدق من التوقعات صحيح. لكن خلينا نقول إيه هي التوقعات اللي المفروض مع بداية الأسبوع القادم في وسط يعني هذه المعلومات المتاحة أمامنا، إن احنا نقول إنه ممكن بداية الجلسات من يوم الحد إن شاء الله يبقى شكل السوق عامل إزاي؟ يعني أظن أن السوق يعني لسه متأثر شوية بأن هو بيتخلص من الانتفاخات اللي موجودة في بعض القطاعات والتشبع اللي موجود في بعض الأسهم. الأخبار الإيجابية في السوق المصري كتير، جمعية بايونيرز اللي أقرت تقسيم الشركة لثلاث شركات، ويعني فيها حماس كتير بين المتداولين، لم تؤثر حتى الآن بشكل إيجابي، أتوقع أن هي لازم تؤثر خلال أيام قليلة قادمة. ووراها على طول التقسيم اللي في أوراسكوم للاستثمار القابضة لابد برضو هيكون له تأثير إيجابي. عمليات زخم في عدد من القطاعات، أتوقع أن القطاع العقاري احنا منتظرين أخبار إيجابية على مدينة نصر، الصفقة اللي هي أعلنت عنها، وإحنا بنثق في الشركات الكبيرة ديت وأن هي لا تستخدم الأخبار بشكل كبير. عجلنا برضو خبر مهم جدا على شركة كان يقال ان هي بتصعد بشكل غير مبرر زي عربية الاصول، جالها استحواذ بمليار ونص وان كان لسه ورقي على قطعة ارض في زفتة. الاخبار دي ومع ذلك السهم 3 ايام هبوط بعد الخبر ده، وده خبر ايجابي لابد هيأثر بعد ما يستوعب الناس اللي بتجني ارباح على الخبر. عارف حضرتك البورصة اشتري على الاشاعة وعلى الخبر، فعدد من الاخبار في عدد من القطاعات داخل السوق المصري لابد ان مجرد السوق ما يتخلص من الأثر السلبي لعملية التقييم والقيم العادلة ويصفي الانتفاخات الموجودة، السوق هيعود للصعود مرة تانية. أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ محمد سعيد المحلل بأسواق المال، شكرا جزيلا حضرتك نورتنا وشرفتنا يا فندم. مشاهدينا الكرام، حاولنا أن احنا نقدم لحضراتكم مجموعة من المعلومات والبيانات وتحليلها عن أداء البورصة المصرية اليوم اللي ربما تراجعت للتخلص من بعض الآثار اللي كانت موجودة على مدار الفترة اللي فاتت. إن شاء الله يوم الأحد نبدأ مع حضراتكم مرة أخرى مع بداية جلسات أولى أو أولى جلسات الأسبوع القادم إن شاء الله يوم الأحد، وأسرة جديدة من مؤشر النيل. بشكر حضراتكم جدا، خدماتنا الإخبارية مستمرة مع حضراتكم على مدار اليوم من خلال شاشة النيل الأخبار. شكرا لكم وإلى اللقاء.